وانت من خلال هاي المنظمة او من خلال هاي المجموعة الهندسية فعلا مؤثر ايجابي. الفريلانس هو الدينامو لكثير من المشاريع الكبيرة، وما في جهد يروح. اهلا وسهلا فيكم مع الجزء الثالث من بودكاست الموسوعة الهندسية مع صديقي كريم. هو مرضى كله استاذ كريم، مع انه انا بحب كل استاذ كريم وخصوصا بالانشطة. في تساؤل او في الناس يعني هي بتحب تبحث عن عمل بالمنظمات وبتدور على شغل بالمنظمات، فانت بهذا المجال لك فترة طويلة والناس اكيد راح تطرح عليك هاي الاسئلة، انه انا كيف بحصل على عمل بالمنظمة وانا خلفيتي التعليمية ممكن تناسب هذا العمل، وشو هي الخلفية التعليمية المناسبة؟ بنفترض انه اخذوا ثانوية حاليا وبيحبوا يشتغلوا بالمنظمات، كيف بينتقلوا لهذا الجو او باسرع طريق واسهل طريق واسلس طريق؟ هذا السؤال كثير مهم، وكثير مهم لأهلنا الموجودين في سوريا والعراق وبلدان هناك، بإضافة لأصدقائنا الموجودين في النرويج. ليش مهم؟ لأنه الكثير من المنظمات النرويجية حاليا عم تشتغل في سوريا والعراق والأردن ولبنان وتركيا، والكثير من المنظمات الدول مو بس النرويجية الدولية عم تشتغل بهاي المنظمات، لا سيما للاستشفاء ويعني التعافي من حالات الحرب وآثار اللي صارت للحرب اللي دامت صار لها أكثر من 10 إلى 11 سنة في سوريا والعراق، وآثار على لبنان وآثار على تركيا. يعني على سبيل المثال منظمات الأمم المتحدة اللي عم تشتغل في سوريا والعراق ولبنان، منظمات النرويجية، منظمات الكندية، منظمات الدنماركية، كلهم عندهم وظائف أو شواغر أو ستيلينجز أو شو بسموه فرص عمل قائمة على شيء اسمه موظف محلي. يعني جاي هاي المنظمة عندها مشروع له علاقة بالأطفال، بالعوائل، بالنساء، بالمياه، بالصحة، بالخيم، بالإعادة البناء، بس ما بدهم يجيبوا موظف خارجي، بدهم يعتمدوا على الكادر الداخلي اللي بسموه موظف محلي، بسموه لوكال. لذلك إذا بتفتح الإعلانات عادة بيكون مكتوب international position أو local position، إنه بدهم حصرا حدا من المحليين يعني يحمل جنسية هذا البلد. يجي نقول مرة ثانية إنه أنا ابن هذا البلد والصليب الأحمر النرويجي أو النوشك فالكالب طالبين عمل. شو أهم المقومات؟ واحد، اللغة، لأن اللغة قائمة يعني أصول طريقة التواصل مع هاي المنظمات هي اللغة. اثنين، نعم الشهادة العلمية، لكن ما ممكنك تقول أنه هاي الشهادة هي الأكثر طلبا، لا، لأنه هي متعلقة بنوع الدور اللي راح يلعبه هذا الموظف. قد يكون حسابات فإحنا محتاجين محاسب، قد يكون إنشاء إعادة أعمار أو إنشاء أو طرق أو مياه فهنا محتاجين مهندس، أو علاقة بالأطفال والتنشئة قد يكون محتاجين مدرس، له علاقة بالصحة واللقاحات فهنا بدهم طبيب. فما لك أي عمل فهنا بالنسبة لهم له دور، فما كان نقول أبدا بأنه هذا البوزيشن أو كل البوزيشنات بدها شهادة معينة، لكن اللي له علاقة بالإداريات عموما قد يكون اقتصاد، آداب، لأنه هون كتير بيرغب بموضوع الآداب كونه أدب اللغة الإنجليزية كونه بيحكي إنجليزي. العلوم السياسية كانت واحد من الأشياء كانت كمان لها رغبة لأنه يفهم بعد بالسياسات بس ما كان نقول شغلة تانية كتير مهمة إنه يكون عندك سيرة بالعمل التطوعي، يعني أنت مشارك بالعمل التطوعي، مشارك ولا متطوع مع أحد المنظمات الدولية أو المحلية وموثق هاي المشاركة إن كان بشهادة التست أو بمجموعة صور. تمام، هذا كثير مهم، ضروري جدا تشتغل، لأنه التقديم على فرصة عمل هو يعني مشروع متعدد الأوجه، له علاقة بقدراتك الشخصية، له علاقة بإنجازاتك. تمام، ولهيك لازم تكون عارف كيف عم تجهز حالك. موضوع آخر جدا مهم له علاقة بالسوشيال ميديا، يعني صفحتك على الفيسبوك، صفحتك على الانستغرام، صفحتك على لايك تويتر فور اكزامبل، اكونت على تويتر، ما يكون اكستريم، يعني ما يكون مليء بالسلاح ومليء بالدماء ومليء بالوجوه او الايات
أو التعاليم الدينية، حاول قدر المستطاع تكون مقاربة لأهدافك بالحياة. نعم، لأنه عادة المنظمات الدولية بيبحثوا عن شخص قدر المستطاع حيادي، ما يكون جزء من الصراع لا سلبا ولا إيجابا، ولا يكون جزء من التكتلات الدينية أو العرقية أو القبلية قدر المستطاع. فهذا واحد من الأشياء اللي لازم تشتغل عليها، إنه يكون مشاركاتك على السوشيال ميديا إلها علاقة بالإنسانية بالعموم، ما في إشكال. لك اهتمامات أدبية، لك حتى ولو كان عندك اهتمامات سياسية، لكن ما تكون متطرفة. لا يكون كلمة تطرف لا تعني فقط إن تكون متطرفة لحزب أو جماعة دينية، لا. ساعات التطرف لليسار هو تطرف، تمام؟ أنت تكون باعتدال، طروحاتك السياسية أو المجتمعية أو الثقافية تكون فيها حالة من الاعتدال، لأن هم يبحثون عن الشخص اللي قدر المستطاع يحمل شعار صفر مشاكل، تمام؟ شوف صفر سلبيات أو صفر مشاحنات، لأنه هذا الشخص هايش أو هاي الموظفة أو هذا الموظف راح يكون صورة هاي المنظمة بمناطق متعددة. فإذا كان جزء من أحد هاي الصراعات فيعني راح ينقل الصراعات لها عمل هاي المنظمة. لهيك فراح تشوف كثير عالم عندهم كثير من القدرات أو المعرفة أو الخبرات يحيدوا عن هاي الوظائف، لأنه قد يكون مشارك على صفحته صورة إكستريم أو تعليق جدا في تطرف أو في محسوبية على جهة من جهات الصراع. قدر المستطاع ابني لهدفك المستقبلي، ابني نفسك من خلال قدراتك الشخصية اللي لها علاقة بالعملية، اللغات، الخبرات التراكمية اللي لها علاقة بهذا المجال اللي هو الإنساني، وسوق لنفسك، ابني صفحتك على السوشيال ميديا. ساعات كتير إذا أنت بتشتغل على حالك صح، الشغلة بتجي لعندك ما أنت بتروح لعندها. يعني ممكن تتفاجأ إذا أنت كتير كتير أكتف وكتير لك مشاركات ولا كتير تأثير ولا كذا، إنه بدل ما أنت تقدم على فرصة العمل ما تشوف إلا رقم جايك، مرحبا إحنا منظمة كذا وعاملنا مشروع ومهتمين، شفنا شغلك وشفنا تأثيرك على السوشيال ميديا وإحنا مهتمين تكون أنت جزء من عملنا. فلهيك اشتغل على نفسك، ما بتعرف مثل ما حكينا دائما ما بتعرف الفرصة ايمتى بتجي، بس هاي الفرصة برجع نقول هو عمل تراكمي، جهود متراكمة لبين ما توصل البيك للقمة اللي انت راح تحقق فيها اللي انت رايك تحقق. هلا عندي السؤال اللي انا بحب اسأله، بدي اسألك انت شو رأيك بموضوع الموسوعة الهندسية والجانب الآخر من العمل، هو جانب العمل الفريلانسر أو التصميم الحر أو العمل عبر الإنترنت؟ هو سؤال من شقين، عن الموسوعة الهندسي وعن الشق العملي. شو رأيك بوجهة نظرك بالعمل؟ أول شيء أنا كثير سعيد وكثير فخور بشغلك أستاذ محمد وبشغل أصدقائك بالموسوعة الهندسية، اللي هي مبادرة مهمة جدا لتطوير أهلنا وشبابنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا في سوريا والعراق والأردن ولبنان من خلال مشاركة المعرفة، مشاركة المعلومة، مشاركة الخبرات، بالإضافة لشغلة أخرى إنه يكون تكون مؤثر. وإنه حكينا بالبداية إنه عن موضوع العلوم السياسية إنه هي تصنع قادة ومؤثرين، أنا أقول لهذا أنا ضده تماما. لا، أي حدا قادر على إنه يؤثر، وانت من خلال هاي المنظمة او من خلال هاي المجموعة الهندسية فعلا مؤثر ايجابي داعم لكثير من الشباب او المهندسين او الطاقات الصاعدة من خلال مشاركة المعلومة اللي هي لها قيمة. وانت مثل ما تعرف بالنرويج صحيح وبلد قائمة على التعليم التطوري، لكن بيقدر كثير حقوق الفرد اللي هي جهده وتعبه، وكل ساعة عمل لها قيمة. فأنت عم تقدم كثير من ساعات العمل وعم توصل ليل بالنهار من خلال إيجادك للمعلومات وآخر إنجازات وآخر إصدارات ومشاركتها مع كل متابعينك بالمجموعة. هذا له قيمة مادية ومعنوية كثير كبيرة. فيما يخص الفريلانس، مثل ما بتعرف إحنا في عالم العولمة أو مرحلة معلم، إحنا في زمن العولمة أو الجلوبالايزيشن، ما في حدود. وانت من خلال مكتبك الصغير في شقتك
عم تأثر في الأردن وسوريا والعراق وإلى آخره، وأشخاص في الأردن وفي أشخاص في حلب وأشخاص في السلمية وأشخاص في العراق في البصرة تمام بيأثروا. هلأ هاي فرصة كبيرة أيضا لأنه الفريلانسر يكون مؤثرين ويستعملوا أدوات العولمة اللي هي الديجيتال واللي هي الإنترنت واللي هي كل هاي المكتبات المفتوحة، لا سيما حاليا الذكاء الاصطناعي وهذا الريسورس الكبير اللي عم نأمن لك يا. هذا فرصة كتير كبيرة وبيساعد كتير من الأشخاص بمقومات بسيطة أو قدرات بسيطة لأنه يملوا إنجازات كبيرة. وبإمكاننا نأكد على إنه كتير من هدول الأسماء الأشخاص الحاليين مؤثرين مثل إيلون ماسك ولا ستيف جوبز ولا كتير من هي قامت كتير على فكرة الفريلانس والمبادرات الفردية واللي من خلالها نشأت وسوت تجمعات لها نفس الاهتمامات واللي صارت شركات والشركات صارت مجموعات وصار عندها هذا التأثير كلياته. ما الفريلانس هو الدينامو لكثير من المشاريع الكبيرة، وحاليا مقومات أو أدوات العولمة أو التقانة أو الجلوباليزيشن بتساعده جدا على أنه يكون مؤثر. فشكرا جزيلا لك أستاذ محمد، شكرا لموسوعتك، شكرا كل زملائك كل متابعينك لأنه عم تعملوا عمل مهم وجبار. الشكر كله موصول لكم وعلى جهودكم المبذولة. وعندي سؤال، إذا أنت حابب توجه رسالة للمتابعين، للشباب، للطلاب الهندسات، للشريحة اللي مهتمة بمتابعة أعمالنا. شكرا جزيلا على الفرصة. أنا حابب أقول ببداية شكرا أستاذ محمد والموسوعة، ورسالتي لكم شباب، ما في شيء بيجي من فراغ، وما في شيء أي جهد بتبخر وما بيعمل أي تأثير. وأنتم لا سيما أنتم أكثركم يعني في الجانب العملي والإنتاجي والهندسي، مسألة انه الطاقة تنتقل ولا شو كانت، انه الطاقة تنتقل ولا تولد من فراغ، شو كانت؟ لا تفنى ولا ولا تخلق من عالم تمام إنما تتحول من شكل إلى أشكال تماما، فهي بشكل تام. تتحول من شكل لآخر، يعني بالدلالة انه ما في جهد يروح هباء. هذا الجهد اللي هو قد يكون مشاركة ببوست، مشاركة بعمل تطوعي، مشاركة بكتاب، مشاركة بجهد جسدي ذهني إبداعي، ما راح يفنى، إذا راح يتراكم وعرف تماما راح يرجع أولا وأخيرا عليك كشخص وعلى مؤسستك ومجتمعك ومنظمتك. فلك لا تتوانى أبدا، والفرصة راح تجي، تحتاج وقت، تحتاج اللحظة المناسبة، تحتاج يعني تتوفر كل الشروط الموضوعية، لأنه هاي زهرة، هاي البذرة تخضر وتزهر وتثمر بالأخير بعد صبر واجتهاد ومتابعة. وشغلة تانية حابة أقولها، أنه أنا وكل أصدقائي وزملائي وكل ما نسب بخدمتكم، إذا في أي معلومة لها علاقة بالمنظمات الدولية النرويجية التطوعية أو المجال الثقافي بالنرويج أو بالعالم، أنا جاهز أنه أشارك كل ما لدينا من معلومات، شبكة علاقات أو ريسورس لحضرتك ولمتابعينك ولكل أصدقائك ومشاهدي هذا البودكاست. أنا بتشكر كثير هذا الدعم، وعندي إذا بتحب، إذا في عندك أي سؤال حابب تطرحه. سؤالي لك، أنا هيك كان حمسني لأسأله لأنه شفت هذا التغيير، محمد من 2022 غير محمد 2023. محمد اللي كان عنده اهتمام معين غير محمد حاليا اللي أنا شايفه منتشر ومتواجد ومشارك بفئة أكبر. شو اللي صار؟ اللي صار هلا، أنا كل سنة بعمل تقييم وبعمل خطة للسنة اللي بعدها، فاكتشفت ثغرات كبيرة واكتشفت كثير أمور بمخططي يجب تحسينها ويجب تطويرها.
وكان في تطور علمي بهي الفترة رهيب، يعني خصوصا وقت دخل الذكاء الاصطناعي. وفي حتى أنا مشروع بذهني يعني، وأنا بتمنى وجود فئة تشتغل على هذا المشروع حتى تكون إلي بصمة ضمن هاي المجموعة. يعني المشروع بكل بساطة إنه أوكي نزل الذكاء الاصطناعي على كل الجوانب، لكن ما نزل على جانبنا، ما نزل على التصميم الثلاثي البعد حاليا يعني بالطريقة اللي أنا بتخيلها. يعني ممكن يكون في محاولات بسيطة، لكن أتمنى لو إنه في فكرتي هاي تترجم لواقع، خصوصا هاي من الأفكار الحالية. يعني نحن قدام تحدي كبير، فنحن عم نمشي العلم عم يمشي خطوات، ونحن بدنا نلاحقه من خلال تطوره بالماكينات وتطور الآلات. عم بحكي على الصعيد الصناعي الحالي يعني. يعني أنا وقت اللي بلشت بالفترة اللي أنت عم تحكي فيها، فممكن بعد بودكاست يجي يقول نحن بلشنا أيام اللي كنا نعاير بالورقة. انه المعايره هي بس الشرح البسيط، هي الطابعه ثلاثيه الابعاد عباره عن ماكينه الى ارضيه، هي الارضيه هي بينطبع عليها البلاستيك، فانت بين الطبقه الاولى البلاستيك والارضيه لازم تكون بمسافه محدده فقط. فهي كيف بتعايرها؟ هي سماكه الورقه العاديه الافور، فانت بتحطها وبتصير تحرك الراس بالطابعه نفسها، تحركها هيك حتى تكون بنفس السوية على كل المكان، وتطبع بشكل متساوي وتلتصق بالأرضية. فهاي النقطة أنا بدأت من يمكن بسوريا بهي التقنية، وهلأ حاليا جبت طابعة إنه تفقس فقس هي لحالها بتعاير وبتعطيك النتيجة وبتلصق لحالها، وأمور كلها مختلفة تماما. عم نحاول نحن نتابع العلم ونكون مواكبين له قدر الإمكان، لكن التحدي الكبير هي إنه كمان إحنا لازم نعيش الحياة. يعني أنا ما بصير عندي انفصال عن الواقع، يعني لازم أشتغل عمل عادي أعيش منه تابع حياتي بكل بساطة وسلاسة يعني. فهي التحديات ما بين السنة الماضية والسنة هاي، أو كل سنة في خطة أنا بمشي عليها. أنا وصلت لنص الخطة حاليا، يعني بعتبر أنجزت المخطط طبعا نصف السنة الأولاني. النصف السنة الثاني إلي هدفين فيه، فممكن إذا عملنا لقاء أقول لك إني أنا كنت من تحقيق هدول الهدفين. هن جدا صعبين، لكن رح أسعى بكل جهدي إني أحققني يعني. ما في شيء صعب مع الإرادة والإصرار والمتابعة والصبر. إن شاء الله يتحقق كل اللي مخطط له بحياتك العملية والاجتماعية. أنا هلا حابب أختم الجزء الثالث، وأتشكر الأستاذ كريم على الاستضافة الحلوة ببيته. شرفتونا. وأنا حاسس بالفخر بوجودي على طاولة واحدة معك. فخر لنا حبيبي. وحوار جدا جميل، وأنا فعلا استفدت منه كثير حتى في تحديات يعني حاليا. بتشكرك على الصبر والإرادة، يعني احنا اضطرينا نعيد التصوير عدة مرات بسبب إشكاليات تقنية يعني، بس بالأخير إن شاء الله رح يطلع شغل حلو ويفيد الناس، ويكون إنه جزء يعني من المشاركة اللي قد مصلحة بين سواء في أهلنا وأصدقائنا. كل الشكر لك، ونتشكر وجودك معنا، ونختم البودكاست. سلام. شكرا جزيلا. شكرا.